مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحك بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وفي سن الكبار سن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن الخاص بالزمول من مسافتنا 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات المنطلقه والباحث عن ذلك الناموس. نسير ونبدا بعد المراكز والبدايه واول الانطلاق هنا واول الاندفاع عفيف مع اول المراكز. سعيد بن محمد بن سيف ال ابو سعيد الخيارين، ثاني الاسماء وثاني الشعارات. هناك المنطلق الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري على ثاني الاسماء، ثالث المراكز وثالث الاندفاع. وصل هنا المنطلق مشرف قادم بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري على ثالث المراكز، رابع الأسماء رابع الأسماء ورابع الانطلاق. وصل هنا البرنو، غادم البرنو بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على رابع المراكز، خامس المراكز هنا المنطلق أو رابع المراكز، هنا قادم على رابع الأسماء رابع المراكز. هناك شعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند وخامس المراكز وخامس الاندفاع. وصل للطام فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز المتقدمه والمنطلقه. وعود مع البدايه مع الانطلاق الاول، هنا البدايه شاهين سعد بن عجيان بن حمد بن صالح آل عبده هنا على البداية وعلى الانطلاق الأول. ثاني الأسماء من الجانب الآخر، الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري على ثاني الأسماء. وغير وانطلق الحنيش بشعار محمد بن حمد بن محمد الصعاق، ثانيا أيضا هنا شاهين سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبده، وفي ثالث المراكز وصل مشرف بشعار صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. ورابع الأسماء وصل هنا البرنو، قادم البرنو بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، وغير البرنو إلى ثالث المراكز. رابع الأسماء هنا المنطلق، هنا مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، وفي خامس المراكز غادم هنا شعار مروح، غادم هنا شعار مروح، غادم شعار الخيارين، غادم هنا ايضا مع الطام فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نتيجتنا الثانيه للخمس المراكز والمسموح لها في دائرة النداء والإذاعة. أعود مع البداية مع أول المراكز، هناك الحنيش منطلق بشعار محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري على البداية وعلى الانطلاق الأول. ثاني الأسماء وثاني الشعارات، شاهين بشعار سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة هنا على ثاني المراكز، ثالث الأسماء وثالث الانطلاق شعار المسند، قادم هنا مع البرنو على ثالث المراكز ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. رابع الأسماء
وصل رابعا هنا المنطلق على رابع المراكز مشرف صالح بن حمد بن راشد البريص المري على رابع الأسماء ورابع الانطلاق خامس المراكز وصل هنا المنطلق على خامس المراكز وصل للطام للطام بشعر فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيرين هنا على خامس المراكز هكذا هي الأسماء والنتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا مثلها وصلنا منتصف المسافة والحنيش يستفتح أبواب 4 كيلومتر الأخيرة والأربعة كيلومتر الخطيرة وركز يا الصعاق هنا مع الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري على البداية وعلى الانطلاق الأول ثاني الأسماء هنا منطلق شاهين سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة على ثاني المراكز ثالث الأسماء وصل البرنو قادم بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على ثالث المراكز رابعا وصل هنا المنطلق على رابع المراكز وصل هنا قادم مشرف صالح بن حمد بن راشد البريص المري على رابع المراكز خامس المراكز هنا المنطلق للطام فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيرين هكذا هي الأسماء ورا شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة أبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة لكن الحنيش على البداية وعلى أول المراكز يقرد هناك خارج السرب الله 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 يا الصعاق منطلق مع الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري الحنيش متجه هناك إلى المنصة الرئيسية متجه إلى الاتجاه الصحيح وهنا الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري ثاني الأسماء البرنو قادم بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند هنا ممثل الخور على ثاني الاسماء هنا المسند قادم على ثاني الاسماء الله يا هذا شعار شعار شهاليل وشعار الشريعة وشعار دينار والعديد من الاسماء هنا على ثاني الاسماء ثالث المراكز قادم هنا ومنطلق شاهين سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة هنا على ثالث المراكز رابع الأسماء قادم هنا للطام فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيرين وخامس المراكز وصل هنا مشرف صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري على خامس المراكز ولكن أرى الشعارات قادمة هنا خلف دائرة النداء والإذاعة منطلقة هنا ومندفعة لكن الحنيش مع البداية مع الانطلاق الأول محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري منطلق مع البداية ومع الاندفاع الأول وصلنا المنعطف ما قبل الأخير وركز يا الصعاق ركز مع الحنيش هنا بشعار محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري ثاني الأسماء هنا البرنو بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ثانيا المسند بدأ هنا ينطلق ويندفع البرنو ثالث الأسماء هنا شعار الخيرين قادم على الطام فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيرين والاسم القادم وصل الشقب ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة هنا على رابع المراكز خامس المراكز وصل هنا المنطلق الحذر سلطان بن شافي بن حمود العجمي لكن البداية والانطلاق الأول الحين
ليش هناك مندفع على البداية وعلى الانطلاق الأول؟ محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري، ثانيا البرنو يتحرك وينطلق هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، الله الله الله، ثالث الأسماء هنا الحذر سلطان بشافي بن حمود العجمي، رابع الأسماء ورابع الانطلاق للطان فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيرين، وهنا ايضا قادم اسعاف صالح بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة، لكن البداية والانطلاق الاول الله يا الصعاق مع الحنيش هناك على البداية وعلى الانطلاق الاول من بداية الشوط حتى هذه اللحظات. الأخير الكيلو الخطير يستفتح أبوابه، هنا الحنيش منطلق بشعار محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري، البرنو ثانيا البرنو ينطلق بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ثالثا شعار اللورد، قادم شعار العيدة، قادم مع أسعاف صالح بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة، شعار الذيبة من انتزعت الشوط الماضي ذيبة اللورد صاحبة العوايد، لكن أعود مع البداية مع الانطلاق الأول الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري، ثانيا اسعاف ولكن هنا شعار العجمي مع الحذر سلطان بن شافي بن حمود العجمي، أبناء ميدان الشهيد أبناء الكويت قادمين، لكن البداية والأربعمائة متر الأخيرة جولة الأوامر يا الصعاق محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري مع الحنيش، لكن الحذر وحذاري من الحذر والحنيش، الحنيش بشعر محمد بن حمد بن محمد الصعاق، الحذر قادم بشعر سلطان بشافي بن حمود العجمي، هناك الحنيش مع البداية مع الناموس الحنيش، الحذر يحاول اللحظات الأخيرة، الحنيش مع البداية مع الناموس، الحذر والحنيش، الله 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 الله، الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري، تهانينا والناموس واسعد الله صباحك على هذا الفوز. ثاني الاسماء وصل هنا الحذر بشعر سلطان بن شافي بن حمود العجمي، وفي ثالث المراكز تسعى بشعر صالح بن حمد بن سعيد بن محمد العيد، وفي رابع المراكز وصل هنا الشقب بشعر ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة، وفي خامس المراكز وصل هنا ضبيان بشعر راشد بن ثنيان بن راشد الرمزاني النعيمي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي المنافسة وهكذا هي التحديات على أرضية ميدان التحدي والتوقيت الزمني ولحظة وصول الحنيش. هناك التوقيت الزمني 12 دقيقة 44 ثانية وستة أجزاء من الثانية، نهني محمد بن حمد بن محمد الصحاق المري على هذا الفوز. ثاني الأسماء آتى هناك ثانيا شعار سلطان بن شافي بن حمود العجمي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، نهني سلطان بن شافي بن حمود العجمي. وفي ثالث المراكز وصل هنا ثالث الأسماء اسعاف، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، نهني صالح بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة.